وانا جالس الحين كان بيجي لي احساس زي ما يكون حد بيكلمني داخليا. ماذا يقول؟ بيقول لي انا الملك ابانوخ الطيار. الملك ابانوخ الطيار. ابانوخ. اه. وقلت لما كنت تسمع رقية الفقه العقد الساسي كانت تقول نفس الكلام. كانت تقول نفس الصوت، يعني مثلا اللهم احي العقده اسمع نفس الصوت من امراه. واضح. من صوت امراه. حتى لدرجة انك ازعجتك واغلقت الرقية. اضطربت خفت، فانا افتكرت انه شيء. لا مش مشكلة، هي كانت فقط تفك العقد عادي. مش مشكلة يا خير. يلا بسم الله وركز معي. يا ربي يا ربي يا ربي. بسم الله. توحيد وركز. هاو في الصلاة. يستمع في البيت لوقت فك السلاسل والعقد، فكان يستمع لامرأة بصوت امرأة حقيقي في كامل وعيه ويقظته أنها تتلو وتقرأ وتدعو بما تسمع من رقيتنا على اليوتيوب، حتى أنه ظن أن ذاك وهم، فكان يوقف الشريط فيتوقف الصوت فيعيد فيسمع الصوت معها من جديد، حتى انتابه الخوف فتوقف وأوقف الشريط وأوقف الاستماع. فقلت كان الأجدر والأولى أنك تواصل الاستماع، لأن ذلك يدل بفضل الله على أنها بدأت تفك معك السلاسل على العورة والرق، وأنها تساعد بإذن الله جل وعلا في هذا ولو أن صوت الجسم من خارج البدن. فاسمع وأعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم
وقولهم إنا
وكان الله عزيزا حكيما. إلى كل جنية كانت نصرانية، إلى كل عاشقة كانت نصرانية، كانت تعلق بالصليب، كانت تعلق بالنصرانية والصليب، جاء الحق من الله عز وجل، وجاءها النور والشفاء والبلسم والدواء من الله تعالى. جاءها الحق، قالت نعم لكنها القيود، قالت نعم لكنها القيود. لهذا كنت أتلو معه وأرجاه، لهذا كان البارح يسمع الآية السلاسل والأغلال والقيود والأقفال، فكان يسمع صوت امرأة بجانبه تقرأ معه وتتلو مع الرقية التي كان يستمع إليها بفضل الله تعالى. فكان كلما كرر كلما استمع وهو في وعيه وفي يقظته كان يسمع صوت أنثى امرأة بصوت جريء وارح ظاهر تسمع معه إلى الرقية نعم. وكلما أوقفها توقفت كأنها تقول نحن نأخذ المدد والمعونة بعد الله بهذه الرقية، نحن نكرم ونتعلم فنفك القيد والقيد بهذه الرقية. بعد الجلسة الأولى أوصيناه بفضل الله جل وعلا بمتابعة وليشاهد وليستمع بفضل الله جل وعلا، فكانت هذه الأنثى هذه الجنية لا بد نقول هذه الشيطانة. الإسلام بفضل الله جل وعلا يجب ما قبله بفضل الله جل وعلا. أقولها لك إن السلاسل التي عليك والأقفال التي عليك بفضل الله سواء كانت في المناصير أو القافية أو الدماغ أو القلب أو العورة، قالت نعم حتى في البطن والقلب، قالت المناصير عقد على القلب، عقد على القلب، عقد على كل الجسد، على الرأس، على القلب، على العورة، نعم حتى تعلم حتى وإن أسلم من أسلم فإنه يحتاج لم يدب عنه ويساعد بفضل الله حتى يجد الشفاء التام. اسمع واعلم إن بعض القلوب تكون أقوى من الجن حتى وإذا أسلم بفضل الله جل وعلا يقر الإيمان في قلبه ويطلب الشهادة والإسلام، ويقر في قلبه فيدعو إلى الإسلام والإيمان، إما أنه يعتبر بها ويطلب بها بالتوحيد بالسبابة بالسبابة بالأنام برفعها ورفع الشهادة إلى جل وعلا، أو يجليها بالحركة وبالعبرات، أو يسمع النطق أو يلقى بالكلمات وشهادة وقال قال ذلك في قلبه وعقله، لكن لا يستطيع أن يوجد الشفاء التام أو يأخذ في هذا المأخذ منه أن يسلب مسك الشفاء التام، لكنه قال ذلك هو أن يتحرر، فإن القلوب عليه قوي ويحتاج إلى أن تستمع أنت إلى السلاسل والعقل والسلاسل والأقفال، فحينما تستمع أنت هو كيف تستمع فأنت تفكه وهو يفك بفضل جل وعلا، أو يحتاج إلى رغبات خارج البدن من البدن ومن خارج البدن ما يستطيع أن يفعل فأخاه فليفعل، ومن تم بإذن الله جل وعلا يستطيع هذا الإنسان هذا الجان أو هذا الشيطان الذي كان شيطان حينما أنت تستمع في وعيك أو في وعيك يقرأ في المنام أنه بفضل الله سيصل يقحم الحصون أو أنه يقويها فيتقوى الإيمان ويتقوى عليها فضله ويتلاشى وتذوب بالدعايات تناسبها وتناسبها فضلتك الكثير وتنكسر بفضل الله جل وعلا، حينها يؤذي بفضل الله تعالى في بلسم ودواء وشفاء، حين يفك تلك العقد التي كان على العروق وعلى الوريد وعلى الشريان وعلى القلب على العقل على الفهم على العرف على السواد على الأركان على الجوارح وما شابه. لهذا وجب أن يتبين هذا جليا بفضل الله سبحانه وتعالى أن مع إسلام الجن لا بد أن تقويه بما يدعو من وعظ ومن بيان، وكذلك أن تقويه بما به فضل جل وعلا وجه الحق المصرف بالقرآن وسنة نبي عدنان، وكذلك أن تقويه بفضل جل وعلا بالسجدات وقراءة القرآن، وأن تقويه أيضا بذك الحصون والسلاسل والقلود، فقد تكون شيء منها لا زال خفية مبهما غير بين غير واضح غير جلي، فيكون سرا في تقييده وهو لا يعلم كيف ينفك منه، فيصبح مسلما لكنه قوي، لكنه هناك من هو اقوى منه ياخذه ويأجره ويصبه حاره عفوته ويقلم على دبابته خدام بير الخير. فهذا وجب ان يتبين ايضا باذن الله جل وعلا لكل المرضى بتوفيق المولى جل وعلا، وهو واجب حق النصرة حتى نرى الشفاء التام بفضل الله تعالى، وأن يصبح الشفاء جليا للعيان بفضل الله عز وجل، لأن ثمة قيود وثمة أسرار. الحمد لله حمدا كبيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. فوجب أن يتبين أن في العالم في عف أن البدن الإنسان الآدمي هو عالم، لكن سبحان الذي جمله وزينه وقواه، وسبحان الذي كان رقيبا به فرحمه وأنجاه، وإلا فإن ما يدخل إلى البدن
من عين وحشو أصحاب، ولا نسمع من قواهم خارج الأبدان شيء لا يخطر ببال. فكيف اجتمع في بدن هذا لطف الله عز وجل بك ولطف الله بعباده سبحانه وتعالى؟ فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الزيغ والشرط والنار. الحمد لله حمدا كثيرا، حمدا كبيرا، حمدا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. فإذا رجعت إلى المقاطع ستجد أن معظم الجلسة القوية تسجد خروج بعد فك السلاسل والعقد الأقطار على أنك يهودي معقول. استرجع العام، فك العقد على الساحر المزنوح بين السلاسل والأقفال والأغلال. كل هذه العناوين تجد عندنا على مدار السنوات دائما الكبار عليهم سلاسل وعلى الكود الأصحاب الإبليسية والمسؤولية الكفرية والشركية وغيرها القوية. بسم الله من عليها السلاسل وعليها بسم الله يوم الدين جل وعلا، كل من سكن الآن واجب حق نصر الدين جل وعلا. الله سواد وعن طين وحل في المعاصي.
لقد تقعدك وتلزمها وتلازمك سنين طويلة ولا تعلم كيف تنجو منها، تحترم بالمساعد بعد الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس الظروف أقعدتهم عن طلب الخير، العبادة، الجمال، المال، النور، الظروف حتى يقلع لا بد لهم يتأخذه، يأخذ به، يتأخذ بيده. ذاك الساحر في البدن يكون ساحر على البدن، يكون ساحر على البدن. حينما كان في ذنوب المعاصي كان له القدرة على أن يسحر، أن يفوت السم والسحر ويعقد العقد. بعدما تاب إلى الله وأصلح بينه وبين الله لم يعد له القدرة على أن يفك ذاك السحر الذي كان منه سحر خفي يثبطه يقعده ويغلق عليه. ثم أن هناك من هم أقوى منه في البدن، قد تقول القيود كانت منه ولكن كانت بفعل يجمعون له مساعدة باشتراك المفتاح مع آخرين، أو المفتاح الأوحد والأكبر كان بيد آخرين، فيحتاج إلى قوة داخلية أو خارجية، حتى لو كان داخلية خارجية حتى تفك العقد التي عليه، وهو فعل صاحب البدن. وحين طاقته لا تكون في القوة وهو تكون في القوة لأنه قد ضعفت بفعل فاعل بقيود، فيحتاج إلى من يساعده من الخارج، وهو ذاك الذي يساعده بسماع الرقية أو بإلقاء الرقية بفضل الله عز وجل. وهنا يصبح ذاك الجنين الذي كان شيطانا وكان ساحرا يريد أن يأخذ هذا بقوة حتى يجهو بإذن الله، لأنه علم أنه كذب بظلم، كان في دار أذية، كان في دار سلب قوة وطاقة لا تحيل له. فهنا هو يأخذك إلى تسمع، أحيانا هو يسخط عينك على ما فيه نفعك واستماعك، ها هو يختار لك أو هو يهيئ لك نفسيتك وعقلك إلى ما فيه الصلاح والفلاح بالاستماع أو بآيات أو بصور. وهذا واقع معلوم، هذا واقع معلوم، وجب أن يتبينه كثير من الناس بفضل الله جل وعلا. لهذا أقول طاعة للحق سبحانه وتعالى في علاه، وجب أن نساعد بإذن الله تعالى الجنة. سبحانه حتى الكافر، حتى الكافر حينما يكون في طريق الكفر الذي يبدأ مع الرقية أن تتعرض رؤيتهم مطبق عليه مغلق عليه، يبقى أن تمتسر عظيم في العقل والقلب، في هاتين مهمتين جدا هي العقل والقلب، تكون عقد وأصحاب حتى لا يعقل، حتى لا يفقه، حتى لا يؤمن. كما أنه يحب يقول الشهادة، يقول لك فكل عقد حتى تخرج كلمات من الثنايا ومن الشفتين ومن اللسان وكلامنا، قبلها تعقد على وجدانه على قلبه، فلا يسلم، لا يستطيع أن يفكر في إسلامه وبلاده في الدين، عنده جحود لنعم الله، عنده عدم تأمل تنظر فيها في آيات الله، لأنها تم تضرب على قلبه، فلا بد أنك أنت تفك هذه العقد بإذن الله وتخصصها في عقد الإيمان والإسلام والإحسان، كذلك تجمع ما بين العقل وما بين القلب بإذن الله جل وعلا. وهذه نقطة غاية في الأهمية في تحقيق إسلام الجان وتثبيتهم على الإيمان وإقدامهم على باب البر والإحسان. أحيانا ترى الجن أو الشيطان كيفما كان حيث أثعره لا يستطيع أن يتقدم في الإسلام، يعلم أن ثمة هناك خطوط وعقد إما على قلبه أو مما هو أقوى منه خفية. فحينما تؤكد على سلامة الصدر والقلب برقية خاصة بالعقد أو الإبر أو الأصحاب الإنس أو الجن أو لباس الشياطين على القلب حتى يسلم، وتخصها تخص هذه الرقية بذكر عقد على إشان على شيطان، تبدأ ترى بعد وقت أنه بدأ هذا القلب يهين، وبدأت معالم الوجه تتغير والألباس تتغير في فهم الرقية والدعاء والقرآن. وسبحان الجعل في الكلمة سهما وسببا، سبحانه سبحانه ما أجله ما أعظمه. ثم كذلك أنك تركز نفس الأمر على فك أصحاب سحر بها الجال على العقل، نعم حتى إن كان قويا ماسونيا كبيرا مالدا بغنيا لكنه مسحور، لأن ثمة تركيبة مشتركة معقلة في عالم مظلم، لا يمكن أن تكون كل هذه الطقوس من أجل
ويتخفى عنهم جزئية غاية الدقة وغاية في الأهمية. كيف يبقى هذا الجان كأنه تائه في صراط العقل، تائه في شوارع وأزقته، تائه في عروقه، تائه في خلاياه، في طاقته، أو يستطيع يأكل منها ويشاوي تغذبها أو يسخاوي تغذبها ويرتقي بها. فإن تم تسير آخر مهم جدا، وهو أن يجعل هذا الشيطان لا يستطيع أن يركز في مسألة الإيمان أو خلو من الأبدان، كأنهم جعلوا عالمه عبارة عن أن الجسد هو الـ هو الـ هو ما تملكه وهو الحياة. إذا لا بد أن يفهم المعالج أمر مهم جدا، أمر مهم جدا، وهو أن يفك العقل التي على العقل والعقل التي على القلب. السحر الذي سحر به حتى كان شيطان قوية يهز الجبال والجدران والجبار، فلا بد أن تركز على هذه النقطة كيف تفك العقد السحرية القوية، لأنه يعني كان صاحب قدرة لكن هناك من هو أقوى منه، سواء في البدن أو حول البدن أو خارج البدن أو مكان بعيد لكنه سر بالاتصال على البدن. هذا السحر يؤثر من بعيد بآثار وتأثيرات. إذا هناك كبير في حرم، كبير في رأس جبل، كبير على جزيرة، على جزر، على أولياء، على أنهار، على بحار. الاتصال هذا يحتاج إلى بينا، هناك اتصال، إما يكون اتصال مباشر أو عن طريق من يحب البدن أو من هم أصلا على البدن. إذا حينما أن توكب عليه الكلمات تصل الضربات من حول البدن، خارج البدن، ولمن هم داخل البدن لا يرون من هو يتكلم عن البدن أو يقف البدن، وتقف تقف حتى على المدى التي عقدت وقت صاحب الذي وكل بالبدن، وبالتالي تصبح أن تقدم خدمة من جهات عدة. ولو أن تستشعر هذا المعنى، لا بد أن تستشعر هذا المعنى، هذا المعنى إن لم تستشعره فإن الجهان تستشعره حينما ترمي وحينما تضرب به. ولا بد أن نعلم أن النية مهمة جدا، إنما الأعمال بالنيات، حتى في شرعنا الحديث على قدر النية يكون الأجر والثواب. إنسان وكلما جمعت فقها حويت فقها كلما استطعت أن في العمل الواحد تجمع بفضل الله نوايا كثيرة طيبة مباركة، والناس ترفع أجرها وقدرها على قدر النيات بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا حتى في باب العلاج كلما جمعت كما كبيرا وعن كثيرا من النوايا والنيات الطيبات كان تأثيرها وسهمها وطاقتها خارقة وحارقة بفضل الله، وفعالة غير مباركة بتوفيق الله عز وجل. إذا حتى تفهم النية وتعقد النية لابد أن تفهم المراد، والمراد الثاني مبلول. إذا لابد لك من فك وعلم الكلام، بارك الله فيك. إذا الرقية هذه ليس مجرد كلمة تخرج، إنما هي كذلك فقه في باب النيات، فقه في باب النيات في الله عز وجل. نعم، النية في باب الرقية تحتاج إلى فقه يستشعره المعالج بإذن الله جل وعلا، وعلى قدر ما يجمعه من النية تكون الإلقاء ويكون الأثر والتأثير بتوفيق المولى سبحانه وتعالى. فقد تجمع في كلمة بين في رنتها وفي غنتها وفي صوتها وفي ذكرها وفي ترغيبها بفضل الله تعالى بين كافر وبين بار، بين بار وبين فاجر، بين محسن وبين مسيء، وكل يأخذ منها بفضل الله على قدر النية. إذا لا بد أن يفهم هذا فهما دقيقا بتوفيق المولى سبحانه وتعالى. إذا باب الرقية هو باب النيات في باب الطاعات والعبادات والعلاجات. قد هي كلها طاعة وعبادة، ولكن الذي يجهل كنها ويجهل عمقها ويجهل سرها لا يظن أنها تكون باب العبادة إلا إذا كان توقيفية بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا خطأ ثالث. فمجرد المكث فيها والأخذ بسببها والسير فيها والرمي في سبيل الله جل وعلا كله نية طيبة مباركة، ولا يحيد عن شرع الله جل وعلا قيده ومتقطعين بفضله تعالى. إذا لا بد أن يفهم أن هناك جن في البدن وشياطين في البدن تحتاج إلى من يخلص، يخلصها من هذا الداء، يخلصها من السلاسل والأقفال والقلوب. وسبحان الذي جعل في الكلمة تأثيرا تكون بكلمات الله وبالأدعية وبالنفير وبالقوة وبأسباب كثيرة بفضل الله جل وعلا، حتى تفترق القلوب التي على الجن المسلم. السائر حينما عقل عقل وفق طقوس عظيمة جدا، يختلف السحر من ساحر إلى ساحر،
على حسب مادة السحر ونوع السحر وقابلة السحر وقابلة مكن ينتسب إليه السحر ومكانته وجاهته ومن تحته ومن معه. فالساحر يرمي رميات على حسب، الساحر يرمي رميات ليس من طاقته هو، الساحر بذاته ضعيف ليس يقدم آخر شيء، الساحر بطبعه ضعيف لا يستطيع ان يقدم في الامر آخر شيء، مجرد انسان عادي جدا، لكنه كفر بلا كفر. كلما ارتقى في الكفر كلما عظم الكفر، عظم الشرك، عظم الجن، عظم الشياطين، كلما كان اعبد لها واخبث في كفرك وتعطع، وكلما تقرب الى سادتها واقويائها وملوكها كانت من دونها له اطوع. وبالتالي لا بد ان يفهم ان ثم اتصال بين البدن المسحوم وبين كبار الجن والشياطين، سواء انهم ربطوا في بدن او حول البدن او هم في بعد عن البدن، مفهوم؟ اذا لا بد ان نستحضر هذا الامر. نحن نعالج هذه المعقده بفكر، وكل نوع من السحر له اتصال بمدن معين يجب ان الحسي والالهي والروحي والطبي، فلا بد ان يستشعره المعالج حتى يجد النجاه من بدن باذن الله عز وجل. واحيانا يجد النجاه ليس فضل البدن فقط، احيانا وبل هو الغالب تصبح حتى الشياطين، واعلم اقول الشياطين الكافره والشياطين السحره والشياطين الاقوياء تصبح في تلقاء حال الصلاه ما تعرف بين البطاقة والسنان، تريد أنها تخلص البدن لكن عليها العهود، تريد أن تسلم لكن تخشى من القتل، تريد أن تكون في سبيل الشفاء لكن تخشى من الانتقام. فأنت حينما تأتي إلى باب الرقية هي تجس نبضك، هل ستكون موفقا قويا قادرا على أن تواجه الكبار لأنها رأتهم وعلمتهم وعشت معهم، تسمع أخبارهم، ترى تأثيرهم على البدن، خاصة لو أمر البدن بأصحاب قوية وبتعليمات قوية وبأدية قوية حتى تقول حتى مع الطاعة والعبادة ما نفعت. إذا لما تأتي إلى معالج بداية تبدأ مسألة جلسة النظر كأنك في معركة وفي قتال، مسألة جلسة النظر، هل سيكون واقي فقط مجرد قراءة؟ هل يكون مجرد يعني وقت يسير؟ هل فقط حقا يحقق أسباب العلاج لو فهم وعلم بهذا؟ بالتالي إذا رأت منك قوة في دعوة إلى الله وقراءة القرآن والدعاء لفضل الله تعالى وسبب العلاج، حينها تبدأ تفكر في الإسلام. طيب مثلا سلمنا أنها أسلمت لله جل وعلا، فهي تنتظر من الذكي الذي يفهم هل هي أسلمت حقا أم لا؟ هل تبدع الإسلام أم لا؟ هل ما زال هناك من فوقها من يحجبها ويمنعها أم لا؟ هل إسلامها حق لها الحرية وأنها تسارع في مسألة العلاج وإصلاح ما أسوأ من معها أو منها أم لا؟ هل هي محرمة أن تسعى إلى القيود أم لا؟ كل هذا يعلم بفضل الله تعالى بخطوات متابعة في باب العلاج. إذا هي حينما أتكلم أنت معها أرسك مسكا فهي تفهم جيدا، هي تفهم فهما دقيقا. الشاب الذي معنا الآن يعاني من مسألة الربط، الشاب الذي معنا يعاني من مسألة تعطيل الفراش والجماع حتى الرجل، هذا الشاب شاب من بلد لبنان، من بلد مصر، المغرب بفضل تعالى فقد تم الله عليه الشفاء بسنة كبيرة، فقط نظر تحقيق العلاج وسافر إلى إسبانيا. أما الآن هنا الشاب الذي عندنا نفس الحالة لكنها من مصر، هنا الأمور أعظم وأقوى من الحالة التي كانت قبله. هذه الحالة هي بفضل الله سبحانه وتعالى استجابت ولانت وبدأت حتى تدعو ويسمع كلامها في يقظة صوت الإنس، صوت الجنية، صوت المرأة والأنثى حقيقة. لكنها تقول أن بين القيود، بين السلاسل على الجسد كله، وبالتالي حتى العظة هي جزء من الجسد. فهنا كان يعرف بفضل الله تعالى يرى عليه اثر النعمه والخير، لكن سرعان ما ذهبت الوظيفه وذهب المال وحتى الزواج، وطلق الزوج ما استطاع وتعطل الزواج بعدها، ولا زالت الامراض والتعطيل في الفراش الى يومنا هذا. اذا الامر جلي واضح بفضل الله سبحانه وتعالى، فلازم نذكر العاشقة ونذكر من كانت ساحرة ومن كانت حاسدة ومن كانت على العورة بتقوى الله سبحانه وتعالى، وذكرها بتقوى الله جل وعلا
وأن تعلم أننا نحن بفضل الجلال نذكرها بالله ونساعدها ابتغاء مرضات الله جل وعلا، حتى تعلم أن الله تعالى هو الشاهي وهو القوي وهو الناصر سبحانه وتعالى. نعم، الأحنا معقولات نسخنا في العورة ينطفي يتغلق يتحط إذا سمعتم هكذا. فهي كانت تقول أن نعم أستجيب لك يا شيخ وأسمعك، لكنني أنا في هذا المكان أعطيك إشارة، أنا هنا أعطيك إشارة، محلي هنا والأقفال والسلاسل التي علي في هذا الموضع وفي هذا المكان. أنا الإسلام أسلمت لله، أطعت الله جل وعلا، أسلمت لله جل وعلا. حركة سريعة جدا، حركة سريعة جدا في باب العورة. فأسلم لله بحق طاعة لله جل وعلا، أسلم لله سبحانه وتعالى. قال موسى ما جئتم به السحر، 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 قال موسى ما جئتم به السحر. سائسنا القوة، تغيب القوة، الشق العورة من كان نقول من الحزام إلى أسفل شوي ضخم، يعني المكان العورة كله يرفع لأنها تفك بقوة. قال موسى ما جئتم به السحر، 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 إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. بسم الله يبطل كل سحر عظيم على العورات، 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 يبطل كل سحر عظيم في 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 العورات، يبطل كل سحر عظيم على العورات، يبطل كل سحر عظيم في العورات، يبطل كل سحر عظيم على العورات، يبطل كل سحر عظيم في العورات، يبطل كل سحر عظيم على العورات، يبطل كل سحر عظيم في العورات، يبطل كل سحر عظيم على العورات، يبطل كل سحر عظيم في العورات، يبطل كل سحر عظيم على العورات، يبطل كل سحر عظيم في العورات، يبطل كل سحر عظيم على العورات، يبطل كل سحر عظيم في العورات، يبطل كل سحر عظيم على العورات، يبطل كل سحر عظيم في العورات، حصون في العورات، حصون في العورات، حصون في العورات، حصون في العورات، يبطل كل سحر عظيم 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 في العورات، في العورات، في العورات، في العورات، على العورات، يبطل كل سحر عظيم في العورات، في العورات، في العورات، في العورات، على العورات، يبطل كل سحر عظيم في العورات، في العورات، في العورات، على العورات، يبطل كل سحر عظيم في العورات، في العورات، في العورات، في العورات، يبطل كل سحر عظيم في العورات، في العورات، في العورات، في العورات، في العورات، على العورات، حصون في العورات، حصون في العورات، حصون في العورات، حصون في العورات، بسنا 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 تدك حصون في العورات، 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 سلاسل 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 في العورات، حصون في العورات، حصون في العورات، سلاسل في العورات، سلاسل في العورات، حصون في العورات، حصون في العورات، حساس في العورات، سلاسل في العورات،
حصات العورات حصات العورات سلاسل العورات سلاسل العورات 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 عقد 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 في 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 العورات الله أكبر من كل ساحر وساحرة من نساء سحرات في العورات من نساء سحرات في العورات على الفراش على الجناح على الفراش على الجناح على الفراش على الجناح
على الجماع على الفراش على الجماع. معقول في عوره 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 معقول في العوره. بسم الله يضرب كل سحر عظيم على العوره. في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور في قبور اليهود والنصارى. في القبور في القبور في القبور في قبور اليهود في قبور النصارى. في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور في قبور اليهود في قبور في قبور في قبور في قبور في قبور النصارى. في قبور المسلمين في مقابر المسلمين في قبور المسلمين في مقابر المسلمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يبطل كل سحر عظيم معقول شيطان معقول بسحر معقول شيطان معقول بسحر معقول بخطف معقول شيطان معقول بالعمر معقول بالكسل معقول بالجسد معقول على العوره. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يبطل كل سحر عظيم في العوره 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 في العوره. يقول بسم الله يقول بسم الله يقول بسم الله يقول بسم الله. سحر تقليد في العوره يقول بسم الله. سحر تعليم في العوره يقول بسم الله. سحر الفله 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 في العوره يقول بسم الله. بسم الله 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 بسم الله. سلاسل قوية على وقت 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 قوية على العروح. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرضى الكل سحر عظيم عظيم عظيم. عاشقة في العروح عاشقة على وقت جاءوا بسحر عظيم رواكم بفضل الله تعالى تفزون تفعون التوحيد بفضل الله جل وعلا داخل عورة الطريقون بفضل الله جل وعلا. فواصل السعي والسير اقول في الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قولها لله جل وعلا طاعه لله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا. الحمد لله حمدا كبيرا حمدا كثيرا. الحمد لله حمدا كبيرا. الحمد لله حمدا كبيرا حمدا كثيرا. 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 به تحل القدر قد 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 به تحل القدر 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 في العورات القدر العورات 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 القدر في العورات القدر بسم الله 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 بسم
بسم الله تحل 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 بسم الله فقد 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 في العروات وقد 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 تحل بسم الله 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 في العروات وقد 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 تحل بسم الله تحل بسم الله تحل بسم الله تحل بسم الله في العروات وقد 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 على العروات على العروات على العروات على العروات على العروات وقد 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 كثيرة وقد وقد كثيرة وقد وقد كثيرة وقد وقد كثيرة في العروات وقد في العروات وقد في العروات وقد في العروات وقد بالحقد والغل 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 وقد بالحسد والغل وقد بالحسد والغل وقد بالحقد 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 والغل وقد بالحسد وقد بالحقد والغل وقد بالحقد والغل وقد بالحقد والغل وقد بالحقد والغل وقد بالحق والغنى وقد بالحق والغنى وقد بالحق والغنى وقد بالحسد وقد بالحق والغنى 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 وقد بالحسد وقد بالحق والغنى 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 وقد بالحسد وقد بالحق والغنى وقد بالحق والغنى وقد بالحق والغنى وقد بالحق والغنى وقد بالحق والغل وقد بالحق والغل وقد بالحق والغل وقد بالحق والغل وقد بالحسد وقد بالحق والغل وقد بالحق والغل وقد بالحق والغل وقد بالحل بالحق والغل وقد بالحسد وقد بالحسد وقد في العروات 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 بالحسد يومك بالحسد يومك بالحسد يومك في العروات في العروات في العروات يومك بالحسد يومك بالحسد يومك بالحسد يومك في العروات في العروات في العروات في العروات يومك بالحسد يومك 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 في العروات يومك وقد 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 تحل بسم الله عشق خافي عشق خافي عشق خافي عشق خافي
عشق خافي عشق خافي عشق خافي عشق خافي عشق خافي عشق خافي عشق خافي في الأوقات 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 عشق خافي عشق خافي في الأوقات عين خفية في الأوقات عين خفية في الأوقات عين خفية في الأوقات عين خفية في الأوقات نفس 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 خفية في الأوقات عين معجبة 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 في الأوقات نظرة معجبة في الأوقات نظرة معجبة في الأوقات نظرة معجبة في الأوقات خير عند ربك ثوابا
ويدعوننا رغبا ورهبا
ترفع انت من يرفعها ولا وحدها؟ لا من يرفعها وحدها ولا ترفعها انت؟ لا هي وحدها. يا اخي الواصل زين. لا اله الا الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا الحي القيوم واتوب الله الذي لا إله إلا الحي القيوم.